زي ما انتم شايفين هي قدامكم عدد كبير من الخلايا، ويتكون من كل خلية في قلبها ملكة وجيش، كل خلية مسؤولة عن خليتها، يعني كل ملكة مسؤولة عن خليتها. منظومة العمل تتبع الملكة، يعني كل الخلية بتتكون من ملكة هي المسؤولة عن الخلية كاملة. الصندوق النحل بيكون أكثر من 1000 نحلة فيه، وبتكون الملكة المسؤولة عن الخلية كاملة، والنحل هو بيجمع العسل من الرحيق ومن الربيع، الأزهار كله من جميع الزهور. طبعا بعد جني العسل من المنحلة بدخل الفرازة، اللهم صل محمد. الفرازة هذه بتعمل على شكل دوران، اللهم صل محمد. بعد الدوران بصير هي عملية طرد مركزي، فبينزل على الجردل، من الجردل على التغليف على البيت الثاني على تجهيز العسل. طبعا في شايش مصفاة على برميل، والحمد لله من فضل الله من خواص العسل انه ما بيحملش اي حاجه، يعني كل شيء من شمع من نحل من اي حاجه بيصفى لحاله، حتى لو انا ما صفيتوش في الشاش. العسل بخصوص شهر رمضان الكريم بنصحر منه وبعطينا طاقة طول النهار، عسبة الواحد يكون يعني سرعات حرارية، والواحد ياخذ يعني ما يتعب في شهر رمضان، وبنتصحر منه وفي فائدة كثير ومذكور في القرآن الكريم. العسل بيشفي والعلم عند الله من جميع الأمراض. ليش؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، كيف قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه في شفاء للناس. ما خصص مرض معين أو حاجة معينة، فالعسل فيه شفاء للناس. لكن طريقة استخدام العسل هنا تكمن السر. يعني أنا لو الصبح شربت لي فنجان أو نصف فنجان صغير، طبعا هو بيسهل بيرفع عنك الأرق، يعني بتنام وانت مرتاح ما بتحلم، نفسيا بدنيا مرتاح. زائد انه طبيعة جسمك بتنبني، هو مكمل غذائي، العسل مكمل غذائي للجسم. يعني في نواقص عندك مثلا في فيتامينات كذا، ممكن هو العسل يكمل لك اياه يرجعك بنادم سليم.